قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. وقوله وإن يكن أي الاضطرار أي وإن حصل الاضطرار فأكله حسن وإلا فتركه أولى عند كافة أهل الطريق بشاهد الشهوة أي أن تأكل بسبب تنفيذ القدرة مرادها من بقاء هذا البدن أن سبحانه وتعالى خلقنا ومن حكمته أن جعل لنا حاجة إلى الطعام والشراب فنأكل بقدر ما نحفظ به قوتنا كما أراد الله لنا من خلقنا فيكون أكله لحفظ صحة هذا الجسم كما أمرك ربك لا بسبب شهوة بطنك يعني يكون ولذلك يكون الأكل بهدف الحفاظ على صحة الجسم لا بسبب شهوة البطن وشهوة الطعام والأولى من هذا وذاك أن يكون بنية أن تتقوت على عبادة الله لأن الحقيقة إيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولذلك في الطريق في السلوك في النية فرق بين من يأكل لقضاء شهوته المباحة من الطعام ومن الشراب وبين من يأكل بنية أن يحافظ على حياته وعلى قوته وصحته لأن هذا مراد الله وأيضا بين هذا وبين من يأكل الطعام للتقوت على عبادة الله لكي يتقوى بها على عبادة الله سبحانه وتعالى قال أبو عبد الله السلمي رضي الله عنه سئل بعض المشايخ عن الأكل الذي لا يضر فقال الواحد بعد بيسمع الكلام ده مش عارف يشرب البتاع الشيخ أسماء أشربه إزاي بقى قال أبو عبد الله السلمي رضي الله عنه سئل بعض المشايخ أنت عارفة أن في درس النهاردة في الموضوع ده قال أبو عبد الله السلمي رضي الله عنه سئل بعض المشايخ عن الأكل الذي لا يضر فقال أن يأكل بتنفيذ القدرة لا بشاهد الشهوة أن يأكل بتنفيذ القدرة لا بشاهد الشهوة أي أن تأكل بسبب تنفيذ القدرة مرادها من بقاء هذا البدن فيكون أكله لحفظ صحة هذا الجسم كما أمرك ربك لا بسبب شهوة بطنك وروي أن رجلا تجشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تجشى يعني اللي هو بيتقرع يعني تجشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاك فأكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة واحد كده قاعد كده كان واكل حمام ولا بط فبيتقرع كده ومبسوط فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه كف عنا ايه جشاك كف عنا هذا كف عنا جشاك فأكثركم شبعا يوم القيامة أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة وقال الحسن كان بلية آدم في أكلة أكلها وهي بليتكم يوم القيامة بلية سيدنا آدم الابتلاء اللي ابتلي بيه وخلاه نزل من الجنة إلى الأرض قال اهبطوا منها جميعا كان البلاء في شغلانة واحدة بس أن اشتهى أكل التفاح كانت بلية آدم في أكلة أكلها وهي بليتكم يوم القيامة يعني نخلي بالنا الأصل اللي هيخلينا يوم القيامة
نتحاسب حساب عسير، ونسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله، هي المشكلة دي. وقال سهل رضي الله عنه: لأن أترك من عشائي لقمة أحب إلي من قيام ليلة. قيام الليل، تخيل بقى أنت ما تقوم طول الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى عابدا متواضعا خاشعا قانتا أوابا لله تعالى منيبا إليه باكيا إليه، تقيم الليل هذا؟ يقول: لأن أترك لقمة من عشائي أحب إلي من قيام ليلة. أن فيها مجاهدات، فيها مجاهدات، المجاهدات هي التي تأخذ بيد المريق، بتأخذ بيد المريد إلى معرفة الله تعالى. ما تحقق سير السائرين إلا بمجاهدات النفوس، لولا ميادين النفوس لما تحقق سير السائرين. ما بيمشيش لقدام إلا إيه؟ بالمجاهدات. حكم القدوس ألا يدخل إلى حضرته أصحاب النفوس. فهنا المجاهدة النفس، لأن النفس تقف مع حظوظها، فمجاهدتها هو الذي يقفز بك في الطريق إلى الأمام. وقال يحيى بن معاذ: لو كان الجوع يباع في الأسواق لما أمكن أن يشتروا غيره. لو عرفت قيمة الجوع في الطريق إلى الله، لو كان الجوع يباع في الأسواق لما أمكن أن يشتروا غيره، لو عرفوا قيمة الجوع في الطريق وفي معرفة الله لم يشتروا إلا الجوع. ولذلك المشايخ اتفقوا على أن أسس الطريق أربع: السهر يعني لله تعالى وفي ذكر الله وعبادة الله، السهر والجوع والصمت والعزلة. الجوع والسهر والصمت والعزلة، لأن هذه الأمور هي حظوظ النفس، هي الأداة. الطعام هو الذي يقوي النفس فتكثر حظوظها، فإذا ما قويت اشتهت، تشتهي أي شيء حرام، تشتهي الكلام، فيه شهوة، شهوة الكلام، تشتهي. اشتهت الطعام والشراب والكلام نامت، كسلت، عشان كده السهر. فإذا الصوم ده مهم في الطريق، اللي هو الجوع، الصيام يعني، معنى الجوع الصيام، وما شابه إيه الصيام من أن تأكل الطعام على حد ما بيّن الشيخ في أحكام الطعام وغير ذلك، والسهر في ذكر الله تعالى، والعزلة والصمت. وقال الحسن، وقال يحيى بن معاذ: وقال لو تشفعت لنفسك بالملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين في ترك شهوة لردتهم أجمعين، ولو تشفعت إليها بالجوع لانقادت إليك وطاوعتك. يعني لو خوفتها به لتركت تلك الشهوة. يعني نفسك لما تتشفع عليها بالملائكة المقربين والرسل والأنبياء أجمعين، تتشفع لنفسك في ترك شهوة، النفس مش هتسهل عن حد، هترد كل هؤلاء، مش هتقبل شفاعة حد. لكن لو تشفعت إليها بالجوع، يعني لو خوفت النفس بالجوع، لو كسرت النفس بالجوع، انقادت إليك، انقادت إليك وطاوعتك في كل شيء.
الجوع بالذات، الصيام وتجويع النفس هو أهم شيء لكي يجعل النفس تنقاد إليك. وقال مالك بن دينار: لا تجعلوا بطونكم جرابا للشيطان يودع فيها ما أحب. هي في غلط هنا في النص، لكن هي معنى جرابا، الجراب اللي ايه بيضعوا فيه زي يعني حقيبة، يعني جرابا للشيطان يودع فيها ما أحب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحسن من نفسه نشاطا فليؤدي بها بالجوع والعطش، يعني نشاطا للمعصية أو اللهو. من أحس من نفسه نشاطا فليؤدي بها بالجوع، فليؤدبها، فليؤدبها بالجوع والعطش، يعني إذا أحس من نفسه ميلا للمعصية، همة للمعصية، فليؤدب النفس، يؤدب هذا الميل للمعصية بالجوع والعطش بالصيام. لذلك في الحديث: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يجد فالصوم له وجاء وقاية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا، فقلت: ما أصابك يا رسول الله؟ ما أصابك صلى الله عليه وسلم؟ قال: الجوع، مش قادر يقف من الجوع، مش قادر يصلي واقف من الجوع. قال: الجوع. فبكيت، فقال لي: لا تبكي، إن شدة يوم القيامة، إن شدة القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب ذلك. شفت النية؟ إن شدة القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب. الشرط إيه؟ إذا احتسب هذا الجوع لله تعالى، أن تنوي بهذا مرضاة الله عز وجل. لذلك فالنية هي أهم شيء. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور، والرضا في القلب أحيا طمأنة.